بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضنا القطع اللي في فستان الأطفال ده. ده التنسيلة ديت جاية في الشكل أو في الرسمة بتاعت الوردة ديت، فاحنا إن شاء الله هنركب لها حتة كده عشان نعمل الرسمة، لأن ده بيبقى طبع. القماشات اللي بتبقى طبع ما ينفعش إن احنا نعملها نسيج إلا لو كانت في مكان مفتوح زي كده مفهوش أي رسمة فيه، لكن مادام في رسمة يبقى لازم إن احنا نركب لها حتة علشان ناخد الشكل ده كله. فستان زي كده بيبقى مبقاش فيه قماش خالص، يعني بيبقى نادرا ما نلاقي فيه حتة قماش احنا ممكن نطلعها منه. احنا احسن حاجة نطلع منها او الحاجة الوحيدة اللي ممكن ناخد منها قماش هي الحزام بتاع الفستان. هنا في حزام اهو بتاع الفستان، هقطع منه حتة وارجعه تاني زي ما كان في الشكل، واظبط الرسمة بتاعت الفستان ديت والوردات ديت، وهوريكم ازاي دلوقتي هركبها ويبقى شكلها عامل ازاي. دلوقتي انا قطعت الحتة اهي من الفستان من الحزام، يعني الشكل ده على شكل الرسمة بتاعتنا ايه، بس هي حجمها كبير. هبدأ ان انا اسويها واظبطها كده على حجم صغير بحيث ان هي ترسم الشكل بتاع الفستان اللي قصادنا دوت. هوريكم دلوقتي هرسمها ازاي. طبعا حضراتكم عارفين هنجيب الإبرة رقم 11 وهنلضم الخيط الأبيض بتاعنا بتاع السراجة وهنسرجها زي ما احنا متعودين. هنظبط بس الرسمة واحنا شغالين بحيث ان احنا تطلع شكل الوردة مظبوطة فيه. نظبط رسمتنا منين؟ هنظبط رسمتنا من الرسمة بالوردة الحمراء اللي هي في الأول دي، هي الوردة الروز دي، هي دي اللي هنظبط من عليها الرسمة بتاعتنا. اهي هنيجي كده اهي الرسمة اهي، ونروح جايين كده اهو بالشكل ده كده اهو، ونمشي على الاستقامة بتاعت النسيج. انا مش هطلع ولا انزل اهو بالشكل ده كده. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين انا خيطه خلاص سرجته اهو وظبطت الشكل بتاعه، طلعت بالشكل ده. هنبدا منين؟ هنبدا حضراتكم من مكان الورده ديت هنا كده بحيث ان انا اظبط شكلها فيظبط معايا بقيه الشكل بتاعي. انا جبت الابره رقم 11 اللي احنا متعودين نشتغل بيها ولضمت الخيط نفس درجه اللون اهو، وهبدأ أدخل العقدة، وعملت لها عقدة طبعا، وأدخل العقدة كده من هنا وأخليها جوه أهي كده، وهبدأ أرسم إيه بالخيط كده بتاعي وأنا شغال الشكل بتاع القطع كده. أدي أهو بالشكل ده، أنا إيه بحاول إن أنا أشد وأظبط النسيج بتاعي وأنا شغال علشان ما يبقاش مرخي معايا فيطلع الشكل ما بقاش عارف اظبط النسيج، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل. طبعا انا تملي في الشغل ببقى ساند على ركبتي علشان تبقى عامله زي مسند كده، ما ينفعش اشتغل على الهوا كده، يبقى مرهقه شويه الشغل على الهوا ده. ده بس برضك عشان تبقوا عارفين ايه ان التملي بيبقى الرفه بيبقى بيسند على ركبته. وببدأ اخد فتلة من هنا وفتلة من هنا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده، واشد واخش كده من مطرح ما طلعت واروح داخل من الناحية التانية كده واشد كده، وفي نفس الوقت اخش من جنبها كده واروح داخل كده
واعمل كده اهو، واخش من جنبها واخد فتلة كده واحط شادي كده اهو كده. ايه الرسمة ايه الداخلية بدأت تترسم. هبقى افضل شغال كده. طبعا انتوا خلاص بقيتوا اساتذة يعني في الطبق دوت، واساتذة في السراجة يعني، ربنا يبارك لكم. انا بحاول ان انا بس ايه اقول لكم حاجات كده ايه بسيطة كده بالشكل ده. هو انا ماشي واحدة واحدة، عايزين كله يتعلم، كله يستفيد، كله يعمل حاجاته بنفسه. نبدأ ايه، نبدأ نلف كده، نشتغل بزاوية كده. نلف كده اهو، واستعدل ايه القطع تاني، استعدل الحتة بتاعتي واظبطها، وبعد كده اشتغل الجنب التاني عادي خالص اهو بالشكل ده كده. وبكده يا جماعة أنا خلصت الفيديو خلاص، وده الشكل النهائي للقطع. ظبطنا فيه شكل الوردة وعملناها الحمد لله، طلعت شكلها حلو ومقبولة، مش واضح عليها ان هي مثلا حاجة متركبة او كده. ظبطت الرسم كده افضل بكتير ما كنا ركبنا حتة مش فيهاش الرسمة، تكون حتة لونها يعني لبني كده، فرع شجرة بتاع، كاش هتبقى طالعة حلو. هي كده طلع الحمد لله مظبوطة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروا مني فيديوهات كتير، وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجاية فيها تعليم حاجات كتير. الصنعة ما بتنتهيش، وكل حاجة فيها جديدة، والقطع بيجبرك إن أنت تعمل فكرة، وبيجبرك إن أنت تعمل حاجة جديدة أنت مش متعود عليها، تكتسب بيها خبرة. بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية هنشوف الحاجات دي كلها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب علشان اقدر اقدم لكم كل حاجة جديدة، واحس ان في تواصل وفي تفاعل مع الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.